مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ الذي ينعقد هنا على أرض الكنانة في مصر الحبيبة، ينعقد هنا في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ، وذلك وسط زخم عالمي ومشاركة دولية واسعة النطاق لمناقشة القضية الأبرز والتي تعتبر المعضلة الإنسانية التي تهدد البشرية بالكامل، الأثار السلبية للتغيرات المناخية. نتناقش حول مختلف الموضوعات التي تناولتها الجلسات منذ بدء اليوم الأول وحتى الآن، وذلك لحظة بلحظة لحضراتكم على شاشة التلفزيون المصري. ويسعدنا أن يكون معنا على شاشة القناة الأولى المصرية بالتلفزيون المصري دكتور يوسف روزين، المدير الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. دكتور يوسف أهلا بحضرتك. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. نرحب بك على شاشة التلفزيون المصري. بارك الله فيك، متشرف أكون معك اليوم إن شاء الله في هذا اللقاء. أهلا بك دكتور يوسف. طبعا المؤتمر الحقيقة بيشهد أهمية كبيرة جدا، ويعتبر ليه دلالة معينة على أنه بيحمل عنوان معا للتنفيذ، معا أنه المجتمع الدولي لازم يكون إيد واحدة من أجل تحقيق كل التعهدات اللي تمت في المؤتمرات السابقة أن هي تنفذ على أرض الواقع. من وجهة نظرك إزاي ده ممكن يحصل من خلال هذا المؤتمر في نسخته 27؟ لا، هو حقيقة هاد المؤتمر هو فرصة أخرى عشان نعمل معا للتنفيذ، وزي ما جات في الكلمة بتاع فخامة الرئيس فتح السيسي في ورشة الانطلاق بتاع المؤتمر، جميع الفعاليات وجميع المساهمين جميع الفعاليات المجتمع المدني والباحثين والشركات المانحة كلهم لازم يشاركوا عشان التنفيذ. فالمشاركة بتكون في الأول في النقاش، فلازم يكون نقاش حوار عشان نعرف حتى الحاجيات بتاع كل فعاليات المجتمع وكل المساهمين في مجال المناخ أولا، ثانيا تحديد الأعمال والحاجات اللي ممكن نعملها على أرض الواقع، وفي الحوار لازم يكون حتى مين حينفذ والمسؤولية بتاع كل واحد في المساهمين. من بعدها بيجي التنفيذ على أرض الواقع. نعم. فالتنفيذ بياخذ أشكال كثيرة، بين الأشكال اللي بنشوفها حتى ممكن أعطي مثال من مصر، لأنه بما أنه في ضيافة جمهورية مصر، ففيه مشاريع كبيرة في إطار تنفيذ وتنزيل مخططات التكيف مع أثار المناخ. مثلا وزارة الري بالشراكة مع وزارة الزراعة عندهم مشروع كبير في إطار تحيين طرق الري في الدلتا مثلا، عشان تتماشى مع تغير المناخ وتتماشى مع التحديات البيئية في المنطقة. فالوزارتين بيشتغلوا مع بعض، مع كذلك مع مؤسسات دولية، بينها المؤسسة بتاعنا اللي هي المعهد الدولي لإدارة المياه، في عشان نفهم المزارعين ونفهم الانتظارات المزارعين. ومعنا في نفس المشروع جهات مانحة اللي هي بتساهم بتمويل المشروع. فهذا مثال، هذا مثال للتنفيذ على الأرض، فيه إدارة عمومية، فيه وزارات، فيه مؤسسة علمية وبحثية اللي هي المؤسسة بتاعنا، وفيه جهة مانحة. فهذا مثال، وفيه أشكال كثيرة بتاع التنفيذ، وإن شاء الله حنشوف أشكال كثيرة في هذا المؤتمر مع الأيام الجاية إن شاء الله. دكتور يوسف، حضرتك دي أول زيارة لك لمدينة شرم الشيخ؟ طب أول زيارة ومش هتكون آخر زيارة إن شاء الله. إن شاء الله طبعا. دكتور يوسف، يعني مدينة شرم الشيخ طبعا الحقيقة خلال هذا المؤتمر نقدر نقول إن هي تحولت لمدينة خضراء، مساحات كبيرة جدا من المساحات الخضراء، أكيد حضرتك كمان شفت المنطقة الخضراء اللي موجودة إلى جانب المناطق المختلفة، المنطقة طبعا زرقاء اللي احنا موجودين فيها اللي هي فيها الجلسات والقاعات المختلفة. المنطقة الخضراء دي عبارة عن مساحة خضراء وفيها كل الأنشطة وحتى الأنشطة الرياضية موجودة علشان تكون صديقة للبيئة، للحفاظ على البيئة. حضرتك شايف ازاي انه مدينة السلام مدينة شرم الشيخ قدرت ان هي تضرب نموذج رائع امام العالم كله في الحفاظ على البيئة من خلال هذه المساحات الخضراء واستخدام حتى الطاقة النظيفة والسيارات بالكهرباء وغيره؟ لا، سؤال جميل في محله. هو في إطار في مجال التعمير ومجال البناء، المتخصصين ابتدوا بيتجهوا
التفكير في كيف يتكيفوا مع المناخ وكيف يكون البناء والتعمير عنده تأثير أقل تأثير ممكن على البيئة، وشرم الشيخ مثال. ففي التعمير في التخطيط الأولي لازم تكون البيئة مهمة موجودة في التخطيط، من ناحية كيف نستفيد من الموارد الطبيعية الموجودة. ما شاء الله الشمس موجودة في المنطقة، فالقيمين على التخطيط في المدينة عرفوا كيف يستخدموا ويستغلوا هذا المورد الطبيعي اللي تسخر به مصر والمنطقة. فيه حتى المياه، منطقة في مجال المياه لازم يكون استخدام أنجع للمياه، فكل نقطة مياه لازم تمشي لأحسن استخدام ممكن عشان تكون عندنا أكبر منفعة في إطار الاستخدام المعقلن. حتى المجتمع المدني، حضرتك ذكرتي الرياضة مثلا، فالشباب حتى هم عندهم دور في هذا المجال، فكل واحد من المجتمع المدني عنده دور. القيام ولمزاولة الرياضة بطريقة معقلنة وبطريقة اللي ما يكونش فيها ضرر على البيئة، فهي لابد مثلا من إنشاء الملاعب، كيف سقي، طريقة سقي الملاعب مثلا حتى هي فيها منظور بيئي. الرياضة ممكن تساعدنا في نقل أفكار على البيئة عشان نخلي الشباب حتى هم يساعدوا في تنزيل القرارات وتنزيل جميع الأشكال المحافظة على البيئة والمشاركة في التنمية المستدامة. نعم، طبعا من أبرز الملفات اللي كانت مطروحة خلال هذا المؤتمر على مدار الجلسات السابقة الملف الخاص بالتمويل، والتمويل بيعتبر الأداة الرئيسية أو الركيزة الرئيسية لتنفيذ كل الإجراءات المناخية. نقدر نقول إن هو يعني خطوة نحو زيادة الطموح في تمويل المبادرات المتعلقة بالمناخ، أيضا العمل على إلزام الدول بتعهداتها فيما يتعلق بتمويل الدول طبعا الأكثر تضررا بهذه الآثار السلبية للتغيرات المناخية. ما الذي تتوقع أنه إن شاء الله هيتم في هذا الملف خلال هذا المؤتمر؟ هي من بين صراحة من بين المواضيع المهمة في نسخة 27 بتاع الكوب بتاع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ. هو لحد الآن احنا في بدايته، والحمد لله في أخبار سارة جدا في عدة مبادرات من جهات مانحة من دول الشمال في إطار الالتزامات بتاعهم من بعد اتفاق باريس ومؤتمر غلاسكو. فالحمد لله فيه إشارات طيبة، وهذا بفضل المجهود اللي قامت به رئاسة المؤتمر بمصر. فالمنتظر أنه حنشوف مبادرات ثانية إن شاء الله في انتظار بقية الأيام بتاع المؤتمر. ومن المنتظر كذلك أنه حتى منطقة الجنوب يعني كإفريقيا والدول النامية حتى هم لازم يساعدوا بعدة أشياء. مثلا للاستفادة من هذه التمويلات فلازم يكون عندنا تحضير أولي، لازم يكون عندنا مؤسسات، التحضير في المؤسسات، تحضير في قوانين اللي نخلي هذه التمويلات يجوا عندنا المنطقة. لازم نعطي حتى كدول جنوب لازم نعطي مؤشرات انه عندنا مشاريع قابلة للتمويل اللي عندها اثر حيكون نافع في المنطقة. هذا بالنسبة للدول. بالنسبة حتى المؤسسات، حتى المؤسسات البحثية في مجال البحث العلمي حتى هم عندهم دور في هذا المجال، فهم بيساعدوا الحكومات وبيساعدوا حتى الجهات المانحة في إعطاء مؤشرات علمية، في إعطاء أدلة علمية على أنه كل دولار حيتم استخدامه في مشروع فحتكون عنده منفعة على المجتمع، على البيئة، على التكيف مع المناخ. فكله عنده كل مؤسسة وكل فاعل عنده دور في هذا المجال. هذا المؤتمر أيضا دكتور يوسف الحقيقة كان فيه ميزة يمكن لأول مرة بتحدث، الموائد المستديرة، أنه يكون صناع القرار يعني من سواء كان الرؤساء الدول اللي كانوا موجودين أو بالنسبة للوزراء اللي موجودين أيضا مع مثلا رؤساء المؤسسات المالية
أيضا ممثلين عن مثلا منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص، وبالتالي هذه المائدة المستديرة بتسمح بتبادل الأفكار، وبالتالي أيضا بتؤدي إلى طرح كيفية تنفيذ هذه الأفكار، إن هي بتوضع على الطاولة ثم وضع المبادرات المختلفة لكيفية تنفيذها. رأي حضرتك في هذه الموائد المستديرة التي انعقدت على مدار هذا المؤتمر؟ لا، هي صراحة طريقة ذكية لتقريب الرؤية، تقريب الرؤى ما بين الجهات المانحة والحكومات وحتى مؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات أخرى عندها دور في نظم المياه، نظم الزراعة، نظم البيئة، لأنه في بعض الحالات بيكون هناك تمويل بس الجهة المانحة مش عارفة فين حتحطه ومع مين تشتغل وكيف تشتغل، فهاد الموائد المستديرة بتساعد في هذا المجال. حتكلم ممكن أتكلم على المثال بتاع مائدة مستديرة حول المياه، كانت تجربة رائعة، وبحيي المنظمين على هذه الفكرة، لأنه كمؤسسة بنشتغل في المياه فكنا دائما نشتكي من أنه ما فيش يعني ما فيش أهمية كتير المياه في مؤتمر المناخ، بس هذه السنة الحمد لله كانت أهمية كتير لنظم المياه، فكنا سعيدين جدا فرحين جدا انه تقريبا 80% من الناس من المشاركين في المائدة المستديرة هم رؤساء دول وممثلين عن رؤساء دول وجهات مانحة بالإضافة الى مختصين في مجال المياه. كان نقاش جد بناء، تقريبا جميع المشاركين استفدوا من المشاركين الثانيين، وكانوا حتى وعود وكانت تخطيطات لتنزيل هذه الوعود. فهذا مثال حي على النجاعة بتاع الموائد المستديرة في إطار تقريب الرؤى والموضوع قدما في تنزيل المخططات. نعم. سؤالي الأخير دكتور يوسف، أكيد حضرتك طبعا تابعت أنه في اتفاق من قبل كل الوفود المشاركة على ضرورة دعم أجهزة الإنذار والرصد المبكر من أجل يعني الحد من التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية. أهمية دعم أجهزة الإنذار المبكر وأن يكون فيها استثمارات بشكل أكبر لحماية البيئة من التغيرات المناخية وتداعياتها. صحيح، هي من بين النظم للمجتمعات اللي المستقبله للاضرار ولا التغيرات المناخ حتعول عليها كثير، فلما بيكون عندنا نظم رصد قبلي فبيكون عندنا مجال عشان نعمل حاجات ممكن تخلي الضرر يكون اخف، ممكن نساعد المجتمعات المتضررة، مناطق المتضررة إذا كان فيضان ولا كان جفاف، فهي صراحة نظم مهمة جدا. العلم عنده دور كبير هنا، العلم لأنه هو صراحة بين النظم اللي لسه فيها بحث، لسه فيها تطوير كتير، فالمراكز العلمية والبحثية بتشتغل كتير. صار المعهد بتاعنا عنده شغل في هذا المجال، شغلنا كتير مع منظمات في مصر، في المغرب، في الشرق الأوسط. فأعطيك مثال من هاد الدول، مثلا هاد الدول لما اشتغلنا معهم خلينا لهم نظم فعالة هم اللي بيستخدموها حاليا. فمثلا بالنسبة للجفاف ممكن حاليا نوصل إلى حد 4 شهور للاستشعار قبلي لإمكانية حدوث جفاف. نعم. فهذه بتعطي فرصة للحكومات والأخذ القرار عشان ياخذوا قرارات اللي حتساعد من تخفيف مثلا اثر الجفاف على المناطق اللي ممكن يكون فيها جفاف. فبطبيعه الحال هي ادوات مهمه وحنركز عليها ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور يوسف روزين، المدير الاقليمي للمعهد الدولي لاداره المياه بمنطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط، شكرا جزيلا لوجودك معنا. ومشاهدينا مستمرين مع حضراتكم لحظه بلحظه في متابعه حيه لكل الفعاليات والجلسات الخاصه بمؤتمر تغير المناخ COP27 على ارض مصر في مدينه شرم الشيخ.